بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غاليين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين وجدد. اليوم معنا لاند كروزر 2019 جي اكس ار جراند تورينج. تذكرون قبل فترة نزلت لكم مقطع عن الفئات اللي نزلت وسط الخليج. نزلت فئة جديدة موديل 2019 اسمه جراند تورينج على الجي اكس ار. طيب وش الفروقات بين الجراند تورينج والفئات الثانية؟ الفروقات يا طولين العمر والسلامة، صار يجي بجنط 20 وشنطة كهرب، والطبلون الداخلي طبلون في إكسار، والأنوار الأمامية هذه مكحلة. إذا تذكرون الوايت إديشن اللي كان ينزل بالفيكسار والجي إكسار 2018 صار ينزل نفس النور هذا الوايت إديشن، صار ينزل النور مكحل، والشبك الأمامي والزوايد تغيرت بالكامل، الزوايد الأمامية والخلفية. هذه الأشياء الخارجية قلت لكم بعد من ضمنها اللي هو الجنطة 20 كأكسسوار للفئات الثانية اللي أقل من التورينج. راح تنزل داخلية الطبلون نفس طبلون الجيكسار. طبعا كل مورد راح يختلف عن الثاني، هذا وارد البحرين. في فئتين على كلامهم، الفئة هذه المخمل وفي فئة ثانية جلد. الموردين الثانيين إن شاء الله مستقبلا مع الأيام الجاية إذا وصلت راح أصورها لكم، بس خلنا نصور لكم هذا اول ونستعرضه لكم. هذا المفتاح طبعا فيه تشغيل عن بعد، شايفين مثل ما هو قدامكم. صراحة اشوف الشبك صار مرتب والزوايد صارت كأنها انسيابية افضل من اللي قبل كشكل. وبالنسبة لشكل الجنب الجانبي طبعا في حساسات امامية وفيه زيك الجانبي النيكل، الخط تغير، وعندك يا طول العمر والسلامة، وعندك إشارة بمراية مع صفت المراية. لو تلاحظون السلة باللون الأبيض، الجنوط نفس جنوط الفيكسس، وهذه الزوايد صارت انسيابية أكثر من الموديل اللي قبل. اسطبات طبعا عن الاي دي، هذا اسم او فئه السياره اللي هو جراند تورينج. ما ادري واضح لكم الفوكس ولا لا. هذا خلصنا من برا، بركم داخليه اشوف المخابض الدخول مع الجميع الاربع ابواب. هذا الشكل الداخلي، مخمل والتخشيب لونه بالبني مع الرمادي، لون البيج مراتب بيج. طبعا من 2018 تغيرت درجة لون البيج. هذا الشكل الداخلي، وتركسون تخشيب. الشاشة صغيرة، كنت أتمنى لو شاشة أكبر، بس على كلامهم الجلد هو اللي راح تصير شاشته أكبر. وعندك هنا هذا عاد عارفينه حق غسيل الأنوار وصفت المرايا وحق الشكل حساسات والتحكم بالمرايا.
وهنا التحكم يدوي، وهذا اللي صفر العداد وتحكم بالإضاءة حق الطبلون. خل نركب شغل لكم السيارة. خل قبل لا أركب ودي أصور لكم المرتبة الخلفية عشان ما أنسى. في شاشات خلفية، هنا تخشيب، وهذا حق المكيف بدون تكاية بالنص على شكل طبلون من وراء. خلنا نركب وصور. هذا طبلون الفيكسار اللي ما يجي إلا على الفيكسار بس. نقول بسم الله. طبعا الشنطة كهرب صار يجي. هذا هو. هذا الزر اللي يفصل يصير تصير يدوي، هذا الزر حق شنطة الكهرب. نقول بسم الله. نفس طبلون وتيكسر ماشي 3 كيلو الموتر. هذا العداد، وهذا زرار التحكم اللي هو شاشة المعلومات اللي بالنص حق الرحلات، حق حساس ضغط الكفرات والالكتروني، اعداد الالكتروني ومثبت السرعة. هذا هو نفسه. الشاشة هذه هي، انا كنت اتمنى لو هي كبيرة صراحة. هذه كاميرا، فيها كاميرا خلفية. وعندك يا طول العمر هذا المنيو، عندك حق الايكو، حق معدل استهلاك الوقود، وعندك يا طول العمر هذا الرادو، باقي الاشياء طبعا ما فيها جي بي اس. وهنا التحكم اللي هو بالمكيف مستقل للسواق والراكب، وفي شاحن وايرلس، وهنا مخرج اليو اس بي والايو اكس، وهذا الدبل الثقيل، وهذا الزر اللي شغل حق نظام الزحف مع 4 سرعات. وشارح لكم بالتفصيل نظام الزحف بالنفود وبالجبال، وهذا نظام حق الالتفاف، دبل خفيف، زر فاصل مع الانزلاق، يقوم الجير باثنين، والباور اللي حشر النمله. طبعا الجير تبترونك ب6 سرعات. تقريبا خلصنا، بس خلو بوريكم النور. البوري طبعا نفسه ما تغير، وهذا الدرج. بالنسبه للسعر هذا هو السعر 270 شامل الضريبة. هذا النور الواطي الاي دي، وكشف الضباب الاي دي بعد ابيض، بس العالي اصفر، وفيه اللد النهاري. اوريكم اسطبات من ورا، هذه اسطبات الخلفيه الاي دي بعد من اول، هي الاي دي يعني من 2016. خلو اوريكم الشنطه، طبعا شنطه كهرب، وفي الزيك الجانبي هذا اللي حق اللوحه، وهذه اذا جاك علامه اليد يعني هذا كهرب، حتى لو بتنزله بينزل عادي، ولو تركس بتسكره زي النظام الفيكسس والفيكسار، بس تركته تركيد كذا يعني بدون ما تصبخ بالباب ويسكر كذا بالشكل هذا. هذه الداخلية، هذه أغراض الموتر، وعندك الفيش الثنائي اللي هو 100 واط، وهذا شكل الموتر من ورا نفس باقي الأشياء اللي صارت، يعني ما في شيء تغير، صار تغير جذري متوقع 2020 او 2021 باذن الله. وفي صوره نزلتها لكم بنزله، هذه الاضاءه حقت اللوحه لونها ابيض ال دي، هذا الزر حق الشنطه بنزل لكم تشوفونها، حقت الصوره تخيليه يعني موديل 2020. بس الصدمه للناس راح يكون الماكينه 6 سلندر، ما في ماكينه 8 سلندر زي نظام اللكسس للاس، خلاص 8 سلندر ما في. مثل ما تشوفون انتم اغلب الشركات الحين صارت تتجه ال 6 سلندر والهايبرد زي الرابتر. الرابتر صار الحين، قبل كان 8 سلندر الحين 6 سلندر. هذا النور شفتوه، وهذه الماكينه حجم 4.6 8 سلندر بقوه 304 حصان وال 304 حصان والعزم 439 نيوتن. الجير طبعا 6 سرعات نفس ما هي ما تغيرت. الماكينة الأعلى اللي هي تجي على الفيكسار وعلى الفيكسس،
اللي هي 5.7 قوة 362. الفرق بين 2019 و2016 وتحت هذا موتر فيك 6 2016 في الكام. شوف الوجهية، شوف الزوايد اللي أقولكم صارت أفضل، شوف الزوايد هذه تحس إنها ما هي انسيابية يعني ما أدري شلون جاي شكله، وهذه الجديدة. بالله وش رأيكم؟ أنا أشوفها أجمل بكثير وفرق، حتى الشبكة والله جاهز لي. ننتظر لين ينزل إن شاء الله قطع غيار ونغير الشبكة والزوايد، ولا وش رأيكم؟ حتى اللي ورا تختلف بعد. طبعا هذا الأنوار مكحلة، أنا لا، النور مو مكحل عادي، مكحل نزل 2017 على الوايت إديشن، والجنط نفسه بعد جنط 20 كأنه مكحل باللون الأسود، ولا إلا والله هذا مكحل باللون الأسود وهذا مكحل باللون الرمادي الغامق، ما أدري واضح لكم ولا لا. والزوايد اللي ورا بعد تختلف، الجنب توي انتبه له انه مكحل باللون الاسود. وبس سلامتكم الغالين، ارقامهم حساباتهم كلها تحت الوصف. طبعا هذا معرض الجميح فرع جديد لهم معرض الشفاء، وباقي الفئات الثانيه باذن الله اذا وصلت جميع الموردين راح اصور لكم ان شاء الله باذن الله. في امان الله وبحفظ الكريم.